عليكم، شراكم لاباس؟ راكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. اليوم جينا باش نوجدوا رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا، وجينا نديروا اميره اليوم. اليوم ان شاء الله جينا نديروا لا باتا بيتزا، نوجدوها لرمضان. دونك نديروا ميتيت كونتيتي، نخبيوها وكونجليوها ومن بعد. ماشي ميتيت كونتيتي، شقاي شقاي على الصح، شقاي على الكونتيتي. كونتيتي هذا باش نديرو ونخبيو ونجبدو نصيبوها سهله في رمضان. بصح نديرو دي ميني بيتزا، ماشي دي بيتزا كبار، دي ميني بيتزا. هادو نوجدوهم كونجليوهم، كي نحبو نديرو ناكلو بيتزا نجبدو ونديرو لها لاصوص طوماط و لا غارنيتور ديالها. بون، لا بات هادي لازمنا حبه بيض، مغرفه كبيره تاع لافيغ تاع الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، عندي هنا مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه نص مغرفه تاع الزعتر، ونص مغرفة تاع الثوم بودرة، كاس غير ربع تاع الزيت، وزوج كيسان تاع ما دافي. ولا حبيتو كونتيتي كبيرة دوبليو لي ميزور. بالله نبداو دوكا تكديرو الحبة تاع البيض، نقصوها هنايا هكدا، نزيدو باش نزيدو الزيت هكدا، نخلطوها. نزيدو عليها زوج كيسان تاع الما دافي، زوج ما دافي. تحبو ديرو الحليب ديرو الحليب، ما كاش مشكل. نخلطو، نزيدو هاديك لا ليفور مع السكر، ونكملو كلش هكدا. ونزيدو لا فارين حتى تتلم لنا العجينه، تجينا عجينه ماشي هي بصح طريه، لازم هكذا هكذا. وحنا نزيدو في الفرينه حتى تولي العجينه تلاصق. كانت كني تلميها بيدك يا اخي؟ كمل لمها بيدك بيان المغرفة ما تساعدنيش. كتشمي في الريحة تاع الثوم وي رايح تاع لهنا تاع الزعتر، تجي بنينة كي ديرو لها هكدا. تقدر ديرو حاجة منها بركا، ماشي شرط في زوج، كل واحد هو على حساب شنو عندو دوكا في الدار. بيان هكدا هاديك العجينة تاعنا، شوفو كيفاش طرية، لازم تكون هكدايا ما تتلاصقش بزاف في اليدين، بصح طريه. دوك من الكيلو قعد لي كيلو تاع الفرينه قعد لي غير قيس كاس كاس برك، هذا ما كان. دوك سا ديبون كل واحد والفرينه ديالو. انا هنايا دوك هذيك هذه نغطيها ندير لها بابي فيلم، نخليها تخمر ونشوفوا واش نديروا بها. هاي ديك لاباك تاعنا خمرت، نحيوها، ديروا شويه تاع الفرينه هنايا لون طرافاي. انا دوكا دي مفتحهاش كامل باش خاطر كي تفتحوها كامل لازم تخليهاش تخمر، شغل لازم طيبوها بالخف. دوكا دي تخمر خطره وحده برك العجينه، خطره وحده ما تخمرش دوفا هكدا. شفتو هاد العجينه شحال شابه هكدا؟ ندير شويه فرينه ونفتحها. نورمال، ماشي خشينه وماشي رقيقه كاع. هاديك هكذا فتحوها الجناب، دوك انا واش راني دايره؟ راني دايره لو فوغ شعلتو ماكسيموم، لازم نشعلوه ماكسيموم الفوغ، نشعلوه لازم يكون سخون هكذا. شعلتو وخليتو، هل شفت العجينه بدات تخمر؟ شعل طبعا كامل، ولا عندكم هذيك اللولو هذيك خير، سهل عليكم برك هكذا. تحكموا لها اسمها تاع لومبورت بياس، نقطعوا كل واحد يدير لومبورت بياس اللي عنده كما يحب.
صغار كبار دي حكم سليوة فيها بابي كويسون انا عندي هذا طباب نعود نغسلوه هاك هكذايا تفهم من هنا قلت لكم لو فور افون هادو ما لازمش يحمروا خاطر انا رايحين نخبيوهم ومن بعد نعاودو نجبدوهم ونديرو بهم نديرو لهم لا غارنيتور شغل يعاودو يطيبو دو فوا يا خي مفهوم حتي راني مفهم يا خي نطيبوهم ابلون طيبوهم ابلون دوك واش ندير انايا نعمر السنيوه ديالي ندخلها للكوشه ما تبعدوش على الكوشه لازم تكونوا قدامها يا ربي 2 مينوت هكذاك ونحيوهم لازم غير لاباط برك تنشف تقعد بيضه وتنشف هذا ما كيتنفخوا شويه تقعد بيضه وتنشف هاوليك وجدوا شوفوا كيفاش طيبتهم بيضه ها شويه برك حتى من كولور هنايا مي بصح ناشفين هكذا تقدروا تكونجلوهم هكذايا هكذا دوك كيفاش ديروا نتوما كونجلوهم كي تحبوا تجبدوا الكونجيلاتور ديريكت البلاطو تاع الكوشه ديروا لاصوص طوماط واش حبيتو عاودوا دخلوهم يكملوا يزيدوا يطيبوا مع لاصوص ولا حبيتو تكونجليوهم انا كونجليهم هكذا ديرهم هكذا في بواطا ولا دون ان ساشي ولا ندير 10 في البابي فيلم نروليهم هكذا هكذا ندخلهم الكونجيلاتور هم سخونين دوكا باش نغلق عليهم خليهم حتى يبردوا مليح سطفوهم وكونجليوهم ان شاء الله هكونوا سهلنا لكم شويه هكذا رمضان ان شاء الله ما يجيكمش صعيب تصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي